الحنشات بالكفتة ولا فيرميسيل أو الشعرية الصينية. بقاو معايا حتى لآخر الفيديو باش تشوفوا الطريقة. هنا غادي نسبقو نعجنو العجينة هي الأولى باش نخليوها ترتاح، عاد نفوتو نصوبو الحشوة. هنايا خديت 400 غرام نتاع طحين الفورس و 200 غرام نتاع الفينو وشويه د الملح ومعلقه كبيره نتاع العسل. هنا البنات ما تخوفوش من العسل، راه ما غاديش تبان، ما غاديش تعطينا الحلاوه في العجينه، هي ديك المعلقه د العسل غير باش يعطينا داك اللون ذهبي. ونجمع الخليط ديالي او العجينه ديالي نجمعها بالماء، والماء كيكون بارد يعني من الروبيني. صافي كنجمعها مزيان، ما كتكونش العجينه ديالنا ما تكونش قاسحه بزاف وما تكونش جاريه بزاف. غادي نجمعها ونفوتو ونكملو. بعد ما جمعتها غادي نخليها ترتاح واحد ربع ساعه، نغطيها ومن بعد نولي عندها. ناخذ الحشوه، انا خديت هنايا بصله كبيره مشلضه، واحد خيزويه كبيره مشلضه رقيقه، فلفله حمراء وفلفله خضراء، وهنايا عندي الفرماج غابي، وعندي الكفته 300 غرام تاع الكفته. وغادي ناخذ الشعريه الصينيه، غادي نفوت نرطبها هي الاول على ما توجد لي الحشوه. هنايا كنفوت نشحر الخضر اللي عندي، كنوضع المقله فوق النار وكنضيف البصله مع شويه زيت زيت العود، عفوا زيت النباتيه، واللي بغى يضيف زيت العود كيضيف زيت العود. هنايا تبلتها بشويه نتاع الملحه وشويه الابزار، صافي وكنخليوها تشحر معنا البصله. غنحسوا بها شويه هبطت، كنفوتوا نضيفوا باقي العناصر. هنايا انا غادي نضيف الفلفله. البنات اللي ما عندوش الفلفله في الالوان يدير غير اللي متوفر له، يعني ديما كنقول لكم يعني غير على حسب اللي متوفر عندكم في البيت. انا هنايا كانت عندي فلفله حمراء وفلفله خضراء، درتهم بجوج. البصله ديالي هي هبطات، كنضيف الفلفله والجزر. البنات ملي غتحكوا من الاحسن حكوا في الحكاكه الرقيقه، ما تحكوش في الحكاكه الغليظه. صافي وكنستمروا حتى كيهبطوا معنا كيندمجوا العناصر. كنضيف الجزر، كنخليو الكفته هي التاليه. البنات الكفته اي كفته بغيتو ديروها، يا اما الغلمي يا اما البقري يا اما لاداند يا اما دجاج، يعني اللي متوفر لكم. هنايا الجزر ديالي هاني خديته، من الاحسن البنات حاولوا ما تخليوها هاد الخضر حتى كيطلقوا الماء ديالهم كاملين ويتشربوا باش ما يقطعناش الورقه، عفوا المحنشه ديالنا. هنا من بعد ما الخضره ديالي طابت وطلقت لي الماء وتشربات، كنضيف اللحم او الكفته. غادي نستمروا في التحريك البنات وهي كتحل راسها. هنايا ضفت شويه واحد نص معلقه نتاع بودره نتاع الثوم، اللي ما عندوش يقدر يضيف الاول مع الخضر يضيف الثوم خضراء. كنستمروا البنات. هنايا غادي نضيف واحد معلقه صغيره نتاع التوابل نتاع الكفته، واحد نص معلقه صغيره نتاع البابريكا او التحميره، وشويه د القرفه والكوزه. غادي نحك شويه الكوزه. الكوزه والقرفه البنات راهم كيغيروا النكهه 100%، كيغيروا كاع ديك العطريه كتبدل لها النكهه، يعني كيعطي واحد المذاق زوين. كنستمروا البنات. صافي البنات ها هي الكفته طابت، حاولوا غير بالمعلقه تفتوها. صافي البنات بعد ما طفيت لها
غادي نخلي الربيع حتى لاخر لحظه عاد كنضيفه. وبالنسبه للمقادير الاخرى بالنسبه للشعريه الصينيه والفرماج كنخليهم حتى لاخر لحظه عاد كنضيفهم حتى كتبرد لنا الحشوه تماما. هنا البنات غادي نفوت ناخذ العجينه نولي ندلكها واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق عاد كنفوت ونخليها ترتاح واحد شويه عاد نولي عاد نفوت نكورها. الا تبعتوا هذه الطريقه البنات بالنسبه للعجين راني سير 100% كتصدق كتجي مهشه ورقيقه ومقرمشه يعني بواحد الطريقه اللي احسن ما تستعملوا الورقه نتاع البسطيله. هاد العجين هاد الطريقه هذه راه ناجحه وصادقه 100% غير تبعوا الطريقه. صافي هنايا غادي نولي نردها ترتاح ونولي نغطيها ترتاح واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه عاد نفوت نكورها. صافي هنا البنات كناخذ واحد البلاطو كندهنو بشويه الزيت كناخذ العجينه ديالي كنديرهم كويرات يعني على حساب نتوما كي بغيتو تخرج لكم المحينشه واش كبيره بزاف ولا صغيره. انا هذه غادي عاد نزيد نقص منها غادي نحاول نقص نديرها شويه صغر على هذيك. صافي وكنستمر في العجين ديالي كامل العجينه ديالي كامله. حتى كنكملهم كاملين هالطريقه البنات يعني اقتصاديه وبلا ما تقلبي عاد تجيبي الورقه وهذه وهذه هالطريقه راها ناجحه. بعد ما كملتهم كاملين دهنتهم من الفوق غير شويه بالزيت باش ما تكونناش ديك القشره. صافي غادي نخليهم يرتاحوا شويه وغادي ندوز نصاوب المحينشات. هنا البنات صافي الحشوه ديالي بردت راني ضفت لها الشعريه الصينيه اللي سبق لي ورطبتها في الماء وقطعتها. صافي كنحاول نخلطوا العناصر مزيان حتى كيندمجوا والشعريه الصينيه كتدخل مزيان مع العناصر كتنسجم مع العناصر. والفرماج غادي نخليه حتى الاخير عاد نضيفه. صافي هنا كناخذ واحد الاناء كنخوي فيه داك الخليط وديك الحشوه اللي غنعمر بها المحينشات ديالي. راها بردت تماما خصها الحشوه تكون بارده وخصها تكون متشربه الخضر قبل ما نضيفوا اللحم ما يكونش فيها الماء تكون متشربه مزيان مزيان سينو راها منين نكونوا نديروا الرغايف تاع المحنشه راهم غادي يتقطعوا. هنايا كنضيف الفرماج هو الاخير. البنات الا عندكم الزيتون ولا عندكم الشامبينيون الاضافات اللي بغيتوا تضيفوها يعني ديما كنقول لكم اللي متوفر لكم في البيت. صافي هنايا كنخلط الحشوه ديالي ها هي واجده كنخلطهم مزيان. وكاين اللي ما كيبغيش يدير الفرماج في الحشوه حتى كيكون يعمر المحينشات ولا الخبيزات ولا الرغايف وكيدير الفرماج في الفوق. انا عجبتني هذه الطريقه باش تشرب مزيان داك الفرماج. صافي الحشوه ديالي هي واجده. صافي غادي نمرو نصاوبو المحينشات. راني بديت كنطلق الرغايف ذوبت شويه الزبده باش طلقت الرغايف. صافي هنايا كناخذ الحشوه صافي وكنلويوهم بهذه الطريقه. حاولوا البنات ما تقطعش معكم العجينه في الاول باش ما تخرج لكمش الحشوه. صافي كنلويو مزيان نشدو الجناب صافي وكنبداو نلويو. غادي ندوز نصاوب معكم وحده اخرى كنحاولوا نطلقوا الرغيفه مزيان.
صافي كنطلقوها بالزبده اللي سبق لي وذوبت. صافي كنفوت نفس الطريقه، كنعمر الجناب بالحشوه وكنلوي. حاولوا البنات الطرف نتاع المحينشه ما تخرج لكمش منها، باش بني تكون طيب ما تطرطقش. صافي كنستمروا حتى كنكمل، نحاولوا داك الراس نتاع كي سميتو نخشيوه من تحت المحينشه. صافي كنستمروا البنات حتى كنكملوهم كاملين ونديروهم في شي صني اللي يكون ما يلصقش، او على نفرشوا الصني ورق الطبخ وحاولوا تدهنوه، راه مش حامل مره ورق الطبخ كيلصق. صافي ها هي العجينه البنات، شتي كي كتجي مبوقه. صافي كنستمروا حتى كنكملوهم كاملين، عاد ندوزو نطيبوهم. البنات هاد العجينه هذه تقدروا ديروا بها الرغايف، ديروا بها بسطيلات، ديروا بها بريوات، يعني اي حاجه بغيتوا ديروها من بهاد العجينه كديروها. انا الرغيفات ها هما عفوا محينشات ها هما وجدوا، كنفوت كندهنهم بصفار بيض وضفت ليه شويه نتاع البابريكا او التحميره. الا كانت عندكم الصوجا البنات راه من الافضل ديفو شويه الصوجا لصفار البيض، راه كيعطي واحد اللمعان والواحد واحد اللون للرغايف يعني زوين. انا ما متوفر ليش درت شويه نتاع التحميره. صافي كنستمر كندهن المحينشات ديالي كاملين، كنكون مسخنه الفران غير من التحت حتى كيطيبوا لي من التحت، عاد كنشعل عليها من الفوق يتحمروا. وبالنسبه لكل وحده البنات راه كل وحده عارفه الطياب كيفاش كيطيب لها الفرن ديالها. صافي هنايا كنستمر كندهن الرغيف كاع اللي بقاو لي. انا شاطت لي هنايا رغيفه ما بقاتليش الحشوه ودرتها رغيفه. البنات ما تخافوش من العجينه، راها ما كتنفخش يعني ما كتختمرش، ما فيهاش الخماره. يعني تقدروا توجدوهم في الصباح وحتى العشيه عاد ديروهم يطيبوا. صافي انا كنستمروا كنطيبوهم كما سبق قلت لكم، كنشعلوا عليهم من التحت عاد كنشعلوا عليهم من الفوق. بقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي. بعد ما طابوا زينتهم بشويه نتاع الجبن المحكوك، تقدميهم مع العصير ولا في العشيه ولا في مع العشاء ولا في الفطور رمضان ان شاء الله. الى عجبتكم الوصفه البنات ما تبخلوش عليا باللايك وبالبارتاج وتابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا للمتابعه.